أولا حبيت أشكركم بشكل مباشر باسم الشعب العراقي باسم الحكومة على الجهد اللي قدمتوه وعلى الأداء الرائع. يعني حقيقة نفتخر عندنا هالشباب هالمجموعة هذه من الأبطال، وإحنا واثقين تقدمون أفضل، وإن شاء الله اليوم ثقتنا بكم كبيرة. عندكم الإمكانية، عندكم الأداء الرائع. أنا بصراحة رياضي جدا من شفت هذه المجموعة، شفت الأداء، كل لعباتكم أنا شاهدتها. فعلا عندي ثقة أنه عندنا صار منتخب، عندنا أبطال يرفعون الرأس ويفرحون هذا الجمهور اللي موجود. إن شاء الله إن شاء الله. أكيد اللي صار شفتوه انعكاساته على البلد كله، بالداخل بالخارج. هذه الناس اللي جاية تحج من كل المحافظات للبصرة، كلها تريد تشارك هذه الفرحة. ان شاء الله نتيجة ايجابية، لكن بغض النظر انه احنا قدرنا نقدم، قدرنا ننجح ونقدم اداء، وان شاء الله روح رياضية مع اشقائنا المنتخب العماني حتى نعطي الصورة مكتملة من الاداء، من الروح الرياضية، من التنظيم اللي اخوانكم ما قصروا على مختلف المستويات. ان شاء الله التوفيق لكم، وبالتأكيد لمسات الكابتن المدرب واضحة، وإن شاء الله وجودك راح يعزز مكانة المنتخب. وأحب أن أخليكم بالصورة، عندنا فد خطة طويلة الأمد مع الاتحاد كرة القدم. هتشوفوا الشعب كله مغرم بهذه اللعبة. أكيد لكم فد يعني تكريم خاص، الأخوة مجلس الوزراء موجودين يتسابقون في الجلسة، إنه إن شاء الله نعطيكم التكريم اللي تستحقوه. نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. شكرا لكل الأخوة بالاتحاد، رئيس الاتحاد، أعضاء الاتحاد، الإداريين، كل الأخوة اللي ساهموا في هذه المستوى، وإن شاء الله اليوم الفرحة تزفوها لكل أبناء الشعب العراقي. لعبوا براحتكم، هدوء، سمع المدرب، وراح تحققون الفوز ان شاء الله.